اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الميثود الاغلبيه ديال الفي ميكرز تيستعملوهم في لي فيديو ديالهم. الا رديتو معايا البال هاد لي بلون كاملهم دي بلون فيكس، كاميرا او تريبي ولا كاميرا فوق لا طابل وصور، ولكن الا رديتو معايا البال ما كاينش واحد لوك سينيماتيك في وسط هاد الفوتيج هادو. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش دير فيك كاميرا موفمنت. ليتس جيت ستارتد. يوا تصلا فهم معكم اتفاق الحياني، كيف ما شفتوا معايا ان دي فوتيج مصورين غير بالكاميرا او بالتريبي قدرت انني ندير فيهم موفمون، واحد الفيك، واحد الموفمون تتكون فيك مزيفه، غادي نحاولوا اننا نديروها في وسط ادوب بريمير برو وغادي نبارطاجيها معكم. سوا فهمي خليونا نبداو. الوغ دابا انا كاين في وسط ادوب بريمير برو، غادي نبداو هادي هاد الفوتيج هذا مصور ب 4K. ياك حاول انك دير الماكسيموم ديال الريزوليسيون اللي عندك في الكاميرا ديالك ولا في البورطابل اللي عندك باش الى بغيتي سكيلي ما طيحش الكاليتي بزاف. هاد الفيديو هذا مصور ب 4K، غادي نحاول انني نقاد ليه الفيك موفمنت. غادي نمشي للافيكت كنترول، غادي نرددو معايا البال هنايا هاد الموشن هادي، هاد الموشن هادي علاش غادي نخدم انايا دابا. نرددو معايا البال سكيل، غادي لونسي واحد الفريم، واحد الكي فريم هنايا حتى هو، وفهاد السكيل هادي غادي نحاول انني ندير 120. 120 مزيانه، ما غاديش تطيح لك الكاليتي بزاف تقريبا، غير واحد شويه. الا كنتي مصور ب 1080 حاول انك دير 115، كنتي مصور ب 4K 120 للفوق، ما بين 120 و130 باش ما طيحش الكاليتي حتى هي بزاف. الوغ غادي نحاول اننا نديرو هذا الموفمون هذا في وسط هذا الفوتيج هذا اللي عندنا هنايا. غادي نمشي دابا مثلا لافان ديال هنايا مثلا، وغادي نجي لهنايا وغادي ندير 100. رد انا هاد الكي فريم هذا اللي عندي كيف ما كان في الاول. الا رديتو معايا البال عندي هنايا واحد الزوم اوت باش تزيد واحد سموثنس في داك الفوتيج اللي عندك. غادي تسليكسيوني هادو بجوج وغادي تضرب دروات وغادي تمشي لهادي هاد بيزير. هادي هاد بيزير هي بحال قلتي غادي تحكم في داك المنحنى ديال السموثنس كيفاش غادي يكون داكشي، واش بغيتي يكون بالزربه ولا بالقياس يكون داكشي سموث. غادي تجي لهنايا وغادي تحكم في هاد المحور هذا اللي عندك هنايا. غادي نحاول انني نكبر. غادي نسليكسيوني لي بوان اللي عندي هنايا وغادي نزجر هذا لهنايا وهذا حتى هو لهنايا. الا رديتو معايا البال دابا ضربت بلاي بوم، رديت معايا البال هاد الموفمون هادي كيفاش دايره. دابا مثلا انت ما بغيتيش دير انت هاد السكيل هادي، بغيتي دير غير الجنب من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين ولا من الفوق لتحت، غادي دير نفس الحاجه. غادي تكبر الشاشه ديالك 120 مثلا ياك، غادي تلونسي واحد الفريم هنايا وغادي تجيك ديك الساعه البوزيسيون، غادي تحكم تايا ديك الساعه في الاكس والايكغريك. مثلا حنايا غادي نتحكموا في هذا في الجنب، غادي تحاول انك تجبد الفوتيج اللي عندك حتى اللافه، حاول انك ما تبينش هاد البلاصه الكحله خلاش غادي تخسر لك المشهد ديالك اللي عندك. غادي تجر حتى تقرب تبان واحد شويه، مثلا هنايا 774 مثلا انا بالنسبه ليا، وغادي يجي لهنايا لوست لافه وغادي نجر هذا حتى هو الجنب. ونفس القضيه عاوتاني باش تكون ديك السموثنس، غادي نسليكسيوني هاد الفريم هادو بجوج وغادي نجي لهنايا وغادي ندير هاد بيزير هادي. ولا بغيت نتحكم ديك الساعه في المحور راه غادي نتحكم فيه انايا كيف ما بغيت، من الاحسن خليه نتايا هكا. الا رديتو معايا البال غادي نضرب بلاي بوم، هانتوما رديتو معايا البال حتى من الدروات للكوش ولا من الكوش للدروات نفس الحاجه، والثاني من اللي فوق لتحت نفس الحاجه. سو لا فهمت، نتمنى يكون الفيديو كان فهمنا انا كيف ما رديتو معايا البال، واحد التيتوريال اللي ساهل ولكن غادي يساعدك بزاف الا كنتي تتصور غير بالتريبي ديالك وبالكاميرا اللي عندك. غادي تحاول انك دير دي موفمون في ليماج اللي عندك من الفوق من التحت، زوم ان زوم اوت الى اخره. سو لا فامي سالينا الدرس ديال اليوم، وكيف ما تنقول لكم كان معكم خوكم اتفاق الحياني، بي كرياتيف، بيس.